خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إيناس أزواجه والسهر معهن. مع كثرة شغله عليه الصلاة والسلام وعظم الأعباء التي تقلدها، وكان يستمع منهن لطرائف الأخبار، ولو أخبرته الواحدة منهن بالقصة الطويلة، كما حدثت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أم زرع، وهو أن 11 امرأة تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً، فوصفت كل واحدة زوجها، فكانت أحسنهن وصفاً لزوجها وأكثرهن تعداداً لنعمه عليها زوجة أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. طبعاً غير أنه طلق ولا أطلق، فلا بد للزوج من أن يخصص وقتاً للجلوس مع زوجته. إذا من حسن المعاشرة أن يخصص الرجل وقتا لزوجته للجلوس معها وسماع حديثها ومؤانستها. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس إليهن، وكانت المسامرة مع زوجته حتى لو تخللت العبادة أحيانا. فعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، يعني في الليل، قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. رواه البخاري. إذن هو عليه الصلاة والسلام بعد قيام الليل قبل الفجر مثلا، صحيح أن هذا وقت استغفار في السحر، لكن ما كان يخلو أيضا من حقوق الخلق. فعبادة الخالق وحقوق الخلق والمزج بين هذا وهذا، لأن الإنسان لو اشتغل بالعبادة طول الوقت فات من حقوق الخلق، ولو اشتغل بالخلق طول الوقت فات من حقوق الخالق. فلذلك ترى المزج يحصل، وأن هذا ترى وهذا ترى للقيام بالحقوق. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تربية زوجاته، منطلقا في هذا من مسؤولية الزوج نحو زوجته، وهو الذي علمنا: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وأصله في الصحيحين. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته،
فمعنى إذن راع في أهله، إذن هو مسؤول عن الزوجة، تعليم الزوجة، تأديب الزوجة، وكذلك تربية الزوجة، غرس الفضائل في الزوجة، تقويم اعوجاج الزوجة، إزالة المنكرات ونحو ذلك من الأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد زوجته ويعلمها ما ينفعها وينهاها عما يضرها، وكان يعلمهن أمور التوحيد والعقيدة الصحيحة، ويحدثهن عن عظمة الله، ويربي نساءه على الخوف من الله. فلما ظهر السحاب في السماء أو أقبلت ريح، بدون تكلف هو من نفسه تلقائيا كان يدخل ويخرج ويتغير لونه ويصبح قلقا مضطربا. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فتقول له: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم للعذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. رواه مسلم. وفي هذا تخويف الزوجة من الله وذكر عذاب الله لها لتتعظ، وأن المسلم لا يأمن مكر الله. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في المسائل المشكلة فيزيل الإشكال ويوضح ويزيل اللبس. فقال مرة عليه الصلاة والسلام: من حوسب عذب، من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ والآيات فيها مدح وذكر نعيم الرجل هذا والشخص الذي يحاسب حسابا يسيرا. فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. إذن المقصود بالحساب اليسير ما هو؟ العرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيعرض الناس والأعمال على الله، تعرض يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يستر على ناس ويأذن لهم بالاجتياز، ويوقف أناسا ويدقق معهم الحساب ويناقشهم، كل صغيرة وكبيرة. الذي يناقش الحساب لابد أن يعذب، والذي يمشى ويؤذن له بالانصراف، لأن كل واحد في أرض المحشر، يعني يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، موقوفون ويعرضون على الله. الصحائف تفتح، تعرض الصحائف مفتوحة على الله، فيها أعمال مسجلة، وفي رجل عنده 99 سجل، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، مكتوب فيها كل شيء. فناس يتجاوز الله عنهم، وناس يناقشهم ويدقق معهم. ولذلك قال: من نوقش الحساب يهلك،